يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Can you tell us who Shaykh Muhammad Amaan Al Jaami was? Great scholar from Ethiopia, من علماء السنة, defended the Sunnah, called to the Sunnah. Spent a period of time in Somalia as well. Shaykh Ibn Baz sent him there. رحمه الله رحمة واسعة. The Ummah have seen his benefits and his works. رحمه الله رحمة واسعة. And inshallah ta'ala, if Allah gives us time, we will speak about his biography. رحمه الله ta'ala. يقول لك أنا أعرف. نعم. وهل تعرف أن عقيدته صحيحة وأنه على التوحيد والسنة؟ قال نعم. طيب لماذا تبغضه؟ قال لأنه يقدح في حسن البنا وسيد قطب. سبحان الله. طيب ما سيد قطب يسب الصحابة, والشيخ محمد أمان الجامي ينتقد حسن البنا وسيد قطب, لماذا أحببت سيد قطب الذي يسب الصحابة وأبغضت الشيخ محمد أمان الجامي الذي ينتقد حسن البنا وسيد قطب؟ ما الحسنة التي في سيد قطب؟ قال إنه كان يدعو إلى الله. طيب الشيخ محمد أمان الجامي يدعو كم؟ 40 سنة للتوحيد والمعتقد الصحيح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن الحسنة التي في سيد قطب موجودة في من؟ في الشيخ محمد أمان, بل أعظم. هذاك وش دعا له؟ دعا للفكر ودعا للتكفير, وفسر القرآن برأيه وعقله. غاية ما عنده أنه كاتب وأديب. طيب ما جريمة سيد قطب وما جريمة الشيخ محمد أمان عندك؟ جريمة سيد قطب أنه يسب الصحابة. طيب جريمة محمد أمان الجامي ما هي؟ أنه يتكلم في ماذا؟ سيد قطب وحسن البنا والإخوان المسلمين, ومع ذلك وش يقول؟ يقول ولو يحب سيد قطب ويدافع عنه ويستميت في الدفاع عنه ويبغض الشيخ محمد أمان الجامي ويسبه وينتقده ويخرجه عن السنة, إذن وش الميزان عنده؟ ها؟ والله الذي لا إله غيره إن الذي يفعل ذلك, ليس الميزان عنده الدين ولا السنة, الميزان عنده الحزب الإخواني.